شو الصندلة تاعت ديال ميكا صباح الخير عليكم البنات، كديرين لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحة؟ كنتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال وتكونوا بخير. كاين البرد، كاين البرد شوية. الوليدة جاية دير الكمامة. المهم الغزالات ان شاء الله. ماما الجنات. المهم الغزالات غنمشي دابا. المهم رسل لي ميساج هذاك الذهبي على حساب الخاتم، باغا نمشي نخرجو. قال لي راه ديجا تصايب، نمشي نشوفو كيفاش داير ليه ان شاء الله. اجي ندوزو من على امي داير لي ان شاء الله ونخرجو، وعاد ندوز نقري واحد الشغل عند سين دكاتو ان شاء الله. وعاد المهم هاد النهار غدوزوه معايا وانتو معايا اخواتي. ميساج سيد ميساج دابا، شوفوا لا حل رجع عنده. في هنا الغزالات جينا للدار واخا تعطلنا، بقيت صوبت شي اوراق الوالده مع شدات الجنسيه، شي اوراق كاديناهم وتخربيقات الباتروناتو. صافي جينا للدار، قالت لي الوالده ديري لنا غير شي حاجه خفيفه. قلت لها الوالده كلشي كاين. سكتي، خلينا نوجدو شي غديبه تكون زوينه. اختكم هنا قطعت لي الوالده شويه البصله مع الكفته، كتبغي ضروري الكفته. الا كنتي باغا تشويها كتبغي البصله تشديها تلقيها وديريها فيها، وتبغي الربيع تبغي كتبغي بحق العطريه. المهم درت فيها انايا الخرقوم وسكينجبير، ما كثرتش فيها البزار. صافي هنا كيف ما كتشوفوا الغزالات، وخليت الوالده مسكينه راه كتش عارفه الفاخر باش دوز تشويها. وانايا زربت على الخضره، درت الخضره سلقتها، سلقت اللوبيا، سلقت البطاطا، خيزتو. نقول لكم الصراحه البنات، خرجت وخليته. تصوروا جيت ما نقولش لكم كي لقيت هذيك الجميله حرقته. نسيته، طار ليا من بالي. شو الصندلة تاعت ديال ميكا؟ هاي للوليدة. الوالدة صراحة كون قلت في الطاليان، قلت شنو تمشي دير الماي يا بابا؟ كون ما كانت في الطاليان، شنو تمشي دير الماي؟ أنا البنات بغيت نشارك معاكم بزاف البنات اللي كيسولوا كيظهروا واحد الاخوات كيتوحموا. هي زهراء بغينا شنو كديري في الخبيزه البنات؟ هذه راه ماشي خبيزه، هذا راه اراب باش شاده مقطعه ودايره على طريقه الخبيزه، دايره ليه على طريقه الخبيزه كيف ما كتشوفوا. غير انا هنايا على حساب با كنقص العطريه كيف ما كتشوفوا، ما كنديرش في البزار كاع نهائيا. هانتوما راه سلقت هنايا الخضره، ما درتش فيها نهائيا البزار، غير شويه زيت العود ومليحه وشويه الربيع فقط، هادشي اللي درت. كان راكم عارفين كنقص على حساب وشويه هنا الفلفله. المهم الخضره كامله بس عليها. وهنا الوالده هي شوات هنايا كما كتشوفوا، قلت لهم برك تغدا وانا غنكمل الشيء. هادشي اللي كاين الغزالات، لان من بعد شويه غنبدا ندير في الكسكسو البنات. وعيطت مرت خويا تجي تعاوني، لان زكريا باغي واحد القصريه ديال الكسكسو ثاني، قال لك بغيت نديها لشي المهم شي زوافريه. ايوا صافي اختكم. ان شاء الله غنشارك معاكم حتى هاد الكسكسو ان شاء الله، وهانتوما معايا اخواتي. علاش يا ليل بليتيني بالتخمام، نتمشى وسط ظلام، مسافر بلا قنديل، مهدود الحيل، نعفر في ليام، طريقي مليها رسام، يا ويلي ويلي يا ويل. خايف نقول عييت وانا يا عاد بديت ويام، مغبون سهران الليل الليل الليل، ويا ليلي يا ليل وسهمي يا ليل دوي جحي يا ليل، ويا ليلي يا ليل فجهمي يا ليل وسي دمعي يا ليل، ويا ليلي.
كيف ما كتشوفوا ردينا هنا الكسكسو، حدينا الحيمات كيتقلاو. الصراحه اش نقول لكم، كامليه ايامات زكريا، ولكن لا لا غير كنضحك البنات، اي حاجه في سبيل الله عادي. وهادشي اللي كاين الوزاره ديالي. المهم هنا راه درنا، المهم هنا البنات هاد الكسكسو جابوا لي البارح زكريا من عند الجزائر، واحد الجزائر هنا مغربي جاب لي هذا الكسكسو داري، حتى هو راه زوين البنات، داير دوير شوفوا كيف داير، فن فن البنات. حسن من ديال ايوروسبين، وحسن من ديال الامدي، وحسن من الصراحه. المهم هذاك ديال ايوروسبين حتى هو زوين، حتى هو كان صراحه كنستعملو بزاف، ولكن هذه البنات لا كانت داك الكسكسو داري احسن صراحه، كيجي بحال السميده كيجي غزال. ايوا ها نتوما هنا مرت خويا مسكينه راه كنهدف في هاد الايامات شافك كتعاوني عادي يقول لي، قلت لي عادك تقول لي ثاني ديري قصريه اخرى. ايوا هادشي اللي كاين الغزاله ديالي، وها نتوما معايا. عيط ليا قال لي غير غطيها، صافي غطيناها بالبلاستيك مزيان، ودرت عليها البنات واحد ليزار وواحد الكاش، خليناها حتى يخرج. قال لك تيخرجوا من الخدمه، غير كيف خرجوا من الخدمه جدها زكريا، صافي هنا دست كنحيد في الروينه البنات. حاطه الموعد هنا، المهم راه حاطه هنايا وحاطه فوق الطبله، كنجيب غير بشويه بشويه. ومرت خويا مسكينه كتجمع ليا في الكوزينه. ايوا ها نتوما معايا الغزالات. هنايا شنقول لكم، تفكرت البنات اللي كيسولوني على الكريم الحلزون، حيت كيجوني بزاف الاسئله، ان شاء الله غنخلي شي فيديو نجاوبكم على بزاف الاسئله كيسولوني البنات بزاف بزاف بزاف، لا في الانستغرام ولا في اليوتيوب. المهم البنات اللي كيسولوني بزاف على الكريم الحلزون البنات، بالنسبه لديك البروموسيون راه ما بقاتش ديال جوج كريمات وتاخدي البخاخ فابور، راه ما بقاتش البنات، سالات نهار السبت سالات هاد البروموسيون. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوني شحال الثمن البنات، انا خديتها ب 40 اورو، اللي بغاتها راه دوز عندي، غنخلي الرقم معلق، ولا دوز عندي الانستغرام ونوريها كيفاش دير حتى توصلها حتى للدار. وبالنسبه للاخوات اللي كيخافوا باش ما توصلهمش، لا ما توصلهمش ولا شي حاجه، البنات تواصلوا معايا وانا نشرح لكم مزيان، وانا ما نقدرش نحط لكم شي نمره اللي كونوا هانين ومطمئنين. هنا راه ولاد خويا كيديروا لي في الكاميرا، حاطه الرجيلات ديال الكاميرا كيديروا لي فيها، وها نتوما معايا اخواتي.
من بعد ما كملت المواعين ورديتهم مهم درتهم في الشبيكه حطيتهم كيتسكروا. هنا دس البنات الكوكوت صراحه ما جاتنيش، نخليها هكداك توسخات مع الكسكسو خلاص راكم عارفين الكسكسو كتبقى هذيك الكوكوت حالتها. صافي هنايا قلت بارك نغسل المواعين غندوز نحك ندير لها واحد الحكه بالزربه خفيفه ديجا هي ماشي ماسخه بالزربه غنزرب عليها، وهذا الشيء اللي كان زربت عليها. صافي هنا دست كنمسح في الكوزينه كيف ما كتشوفوا. المهم هنا راه بركت على داك المواعن هنا راه دايره غير السرعه اختكم راه عتات راكم عارفين معلوحه صابر عتا انين الله يسمح لينا من الوالدين والله يفك حيل على خير ان شاء الله، يفك حيل على كل وحده ان شاء الله حامله. هادشي اللي كاين لونزيلات ديالي غنحس معكم هنا الفيديو وغنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في ريوسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله وقبل ليكم اخواتي احبكم في الله. وش